كنا ناظر الحمد الأول محمد عبد المجيد زهير عتيق، ولن يزيدنا فقدان الشهيد العزيز أو فقدان شهداء المؤسسة الأمنية الأبرار الذين سبقوه والذين ضحوا بحياتهم في سبيل عزة وسلامة تونس العزيزة، إلا شجاعة وإصرارا على دحر جذور الإرهاب والغشم والجبان والقضاء عليه نهائيا حتى تنعم بلادنا بالأمن والسلام. اجتمعنا بهذه المناسبة الأليمة لتأبين وطننا والترحيم على روحه الطاهرة الزكية وعلى أرواح كافة الشهداء، شهداء الإطار العام لوحدة التدخل والمؤسسة الأمنية عموما، ونتوجه إلى عائلته وزملاء وذوي بأهم عبارات التعازي والمواساة. رحم الله شهداء الوطن، عاش تونس حرة أمنية، عاش المؤسسة الأمنية. Thank you.